بل هو تذكرت شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يقول: جئت في أحد المساجد وإذا بخطيب يخطب حماس، تكلم عن الحاكمية وكفر جميع الحكام، هو وهو يحلق لحيته ويلبس بنطلون ضيق يمثل عورته. يقول الشيخ رحمه الله: فلما فرغ جلست بين ناديته بيني وبينه، فقلت له: يا أخي، أنت تكلمت على كفر جميع الحكام وعن الحاكمية كفر مطلقا دون تفصيل. قال: نعم، هؤلاء كلهم كفار. يقول: فقلت له: إذن أنت كفرت نفسك. قال: كيف؟ قال: حلق اللحية حرام، وهو حكم بغير ما أنزل الله، فأنت وقعت فيه، ولبس هذا البنطلون الذي تلبسه ليس أي بنطلون، ضيق يمثل عورتك، والله أعلم حتى بصحة صلاتك، هذا العمل حرام، وبناء عليه فأنت قد كفرت نفسك. يقول: فوقف مشدوها ولم يرم جوابا. فالخلاصة أن التسرع في مثل هذه الأحكام أمر في غاية الخطورة، وتجدهم يتناقضون في هذا الأمر. والله لو عاد ميت إلى الدنيا أحب بك من أمك. من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. لا يصلي الله لا ينظر إليه. يجوز لكم السكوت. قال: مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي.